قول كده يا ماجي. شو التشبيه؟ شو الغزل هذا اللي بده يكون قطيع ماعز مثلا، او بيقول لك قطيع الجزائز كمان، الجنمي لما بيجزوا عنا الصوف تبعها اسنانك مثلا، عم شبههم بهي الطريقه. فلو كان التشبيه بحبات اللؤلؤ كان بيكون غزل، مو قطيع جزائز طالعه من الغسل. هون نقدر شوي نفهم انه نشيد الانشاد كله الالفاظ اللي فيه بعيد كل البعد عن المعاني الارضيه المحسوسه اللي نحن ممكن، الا اذا حدا بيجي يقول لا كله محسوس، طيب اشرح لي هدول كيف اذا ايوه، محسوسين باللفظ. برافو 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 برافو. شفت قالت لك ايه؟ بتقول لك لا، لو واحد جه قال، واحد زي محمد نصيف قال لا، ده معاني ارضيه وغزل ارضي. طب اشرح لي كيف؟ اشرح لي كيف ايه؟ عيناكي حمامتان. ايوه، عينيكي حمامتين. انا حبيت اجيب لكم الصوره، بس النت عندي الحمد لله مش مساعد، مش عارف انا الشركة يعني زفت الزفت، يعني الله المستعان، النت لما بيبوظ بيبوخ بيبوخ يعني. فعيناكي حمامتين، الحمامتين فعلا ساعة عينيها بجد التصوير كان جميل جدا. لا استنوا، انا عندي كتاب نشيد الانشاد افضل نشيد في الكون، انا عندي الكتاب، عندي الكتاب، استنوا احاول اجيبه لكم واوريكم فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيد الانشاد، يا رب الاقيه بس في الجهاز. في حاجات معلش يا جماعه، ببقى مش محط يعني ايه. لقيت الكتاب نشيد الانشاد، ببقى زي مش محضرها بس عايز افيدكم فيها، يعني انتوا واخدين بالكم انا ممكن اعديها ونمرها، بس لا انا عايز افيدكم انتوا فيها، فبيقتضي الامر الكده، واخدين بالكم، بيقتضي ان انا حاجات جديدة ابتدي لسه احضرها، وحاجات جديدة ابتدي اطلعها، وحاجات جديدة وهكذا يعني. انما انا ممكن اعديها، بس التعب مش عليكم، بس عشان تبقى فاهم الفكرة ومعاك الدليل على كده، مش افتئاتا، مش تبريرا سقيما كما هم، لا. بسم الله الرحمن الرحيم، عيناكي حمامتان. عايز اجيب لك الصوره نفسها اللي حطها يوحنا قمير. يوحنا قمير ده من اكبر علماء المسيحيه الان المعاصرين، حط صوره معينه للكتاب نفسه، حط صوره معينه لعيناك حمامتان دي، بجد كان جميل، بجد كان جميل. لا لا ما تقلقش يا حاج مارون، مفيش حاجه مفيش حاجه جامده فاتتك، مفيش حاجه جامده فاتت، الحمد لله يعني، ولله الحمد، كله لسه في البداية، التقيل جاي ورا، ده لسه التقيل جاي ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا جماعة، اللي عنده مشكلة في البث يخرج ويدخل تاني. اللي عنده مشكلة اخرج ويدخل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اجيب لكم الصورة، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طيب ايوه، اهو الكتاب اهو يا جماعة، بصوا كده، ده الكتاب بتاع نشيد الانشاد افضل نشيد في الكون، وده يعني مش عايز اقول لكم على كمية البحث او المدح اللي مدحوه لهذا الكتاب علماء النصارى، كمية مدح رهيبة، كمية مدح ما حصلتش. يا عمي ما تخلص يا عم، لا حول ولا قوة الا بالله، حتى البرنامج مش عارف ماله، ملبوس ولا ايه؟
اه كتاب المقدس، نشيد انشاد اجمل نشيد في كليه اللاهوت الحبريه جامعه الروح القدس، اسمها ايه دي ولا الكليسيك ولا انا عارف ايه. المهم المهم اللي عامله، اللي عامله اكابر علماء المسيحيه. طيب انا عايزين دلوقتي عيناك حمامتان، التشبيه بتاع عيناك حمامتان اهو اهو. بصوا يا اخوه كده بالله عليكم اهو، آه الحمد لله لقيتها اخيرا. شايفين يا جماعه؟ شايفين اهي ده شكل بيقول لها عينيكي حمامتين، شايف عينيها عامله ازاي؟ شايفين الشكل حلو ازاي؟ اهو الراجل بيفسر عيناك حمامتان بالشكل ده، بيقول لك ايه فيها؟ عيناك حمامتان على مجاري المياه. طبعا التراجم بتختلف عنده، بيقول لك كده ان ده كمان موجود في الوثنيات القديمه، منحوته قدمت وفاء بنذر لأفروديت في هيكل لها في قبرص القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد، القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. بيقول لك كمان في كتاب آلهة عارية، تاني ثواني، آلهة عارية وقفت بين يمامتين أمام بعلها وابنها، وترى تحت الابن يمامة وعقرب. تعرف معنى الكلام ده؟ اللي عامل الكتاب ده أكابر علماء المسيحية في لبنان، يقول لك ان نشيد الانشاد سفر جنسي، جنسي، علاقه جنسيه كامله بين راجل وامراه، راجل وامراه جوه الكتاب قاعدين بيركبوا في بعض جوه الكتاب، ويقول لك عليه كلام الله. طب انت الشكل انا صراحه شايفه جميل وشايفه جنسي كمان اهو، شكله مثير، ان البت ادي النقاب بتاعها، النقاب بتاعها وادي عينيها، الصوره مش واضحه. انا هتصل بالشركه وازعق لهم، لان كده ما ينفعش كده، احنا ما بندفعش فلوس عشان يقعدوا يهزروا الهزار ده. الصوره مش واضحه يا شباب. اه الان، الان يا شباب الصوت واضح، عشان يقعدوا يهزروا الهزار ده. اه الان الصوت واضح كده. الصوره اللي انا جايبها الان دي واضحه ولا لا؟ الان يا شباب الصوت واضح. ها الآن الصورة، الصورة نفسها، الصورة دي واضحة؟ آدي إيه؟ عيناك حمامتان من تحت نقابك. بالله عليكم الشكل ده، الشكل ده، ثواني تاني نطلع فوق أهو، بسم الله، الشكل اللي إحنا شايفينه ده أليس شكل مثير وشكل حلو لوحدة؟ أهو اتنين اهو، دي عينيها اهو، وده شكل النقاب، ده كأنها لابسه نقاب اهي. مش الشكل ده شكل واحده؟ وده اللي فسره وفسر بيه علماء المسيحيه في عيناك حمامتان من تحت ايه؟ نقابك. واضح؟ طيب الكتاب ده انا عايز الكل يقتني هذا الكتاب، الكتاب اسمه نشيد الانشاد، نشيد الانشاد أعظم نشيد في الكون، أهو كتبت لكم اسمه، خدوا الاسم بتاعه ده، ها خدوا الاسم بتاعه ده وابحثوا عن الكتاب ده وحملوه. واضح؟